ما هو جدول الأعمى لهذا اليوم في داخل الجلسة؟ وهل الفصل التشريعي سيمدد اليوم لحسم الملفات المهمة؟ وكذلك كيف كانت ردود أفعال النواب عن اقتحام السفارة البحرينية؟ تفضل. سلمى، هل تسمعني؟ سأعد السؤال عليك، يعني بشأن جدول العمل لهذا اليوم، يعني ما هو جدول الأعمال اليوم لهذا اليوم؟ يعني هل الفصل التشريعي سيمدد اليوم لحسم ملفات مهمة؟ وكيف كانت ردود أفعال النواب حول اقتحام السفارة البحرينية؟ يعني هناك حديث من عدد من النواب أن جلسة اليوم لن تكون الأخيرة لإنهاء الفصل التشريعي الثاني. برأيك ما هو الحديث الآن من داخل قبة مجلس النواب؟ يعني مجلس النواب اضطر إلى تأجيل الجلسة نصف ساعة لعدم وجود نصاب، وبالتالي هذا الموضوع ليس بالجديد، على اعتبار أن شيئا فشيئا يتوافد النواب إلى مبنى المجلس من أجل الجلسة التي من المفترض أن تعقد الساعة 11، فيها على جدول الأعمال بضعة فقرات، أهمها قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وصل إلى ذروة التفاهم لنقل أو نهاية التفاهم وصلها. هناك بعض الاعتراضات عليه من قبل نواب أقليات، على اعتبار أن النظام نظام احتساب المقاعد القاسم الانتخابي في هذا القانون استقرت عليه الكتل إلى حد ما 1.9 ووفق نظام سانت ليغو طبعا، وبالتالي هذا أثار حفيظة الكتل الصغيرة على اعتبار أنه يحتسب حصة الكتل الأكبر، وبالتالي الكتل الأكبر كما توصف هنا تبتلع الكتل الصغيرة وفق هذا النظام. إضافة إلى عدة مواضيع يعني في جدول الأعمال، لكن أهمها هو قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية التعديل، وكذلك قانون وزارة الداخلية. يعني هذه القوانين، أتحدث عن قانون وزارة الداخلية، هو من القوانين الماضية السابقة في الدورة الثالثة، الآن على جدول أعمال الدورة الرابعة في الجلسات الأخيرة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الأولى. طيب سلمد، يعني سألتك كيف كانت ردود أفعال يعني أعضاء مجلس النواب على اقتحام السفارة البحرينية في الآونة الأخيرة؟ الردود جاءت واحدة بصرف النظر عن الكتل وخلفيات هذه الكتل، الجميع يؤكد على أن العراق لا يجب أن يدخل في صراع المحاور، هذا جانب، لا يمكن أن تستغل حرمة السفارات بهذه الطريقة أو تضرب بهذه الطريقة، على اعتبار أن الآن بدأ العراق يعيد وضعه في الخليج ومع العرب بشكل عام، وبالتالي موضوع تأثير السفارة أخذ حيزا كبيرا هنا داخل مجلس النواب من التصريحات والبيانات وكذلك المؤتمرات الصحفية. الجميع يؤكد هنا كما قلت بصرف النظر عن الخلفية السياسية التي ينحدر منها، يؤكد على أن العراق يجب أن يكون بعيدا، هناك موقف رسمي تتعامل به الحكومة مع مخرجات أي مؤتمر أي فعالية دولية تختص بأي دولة، سواء كان العراق يتخذ منها موقف أو متخذ هو منها موقف سلبي أو إيجابي أو ما إلى ذلك. بالتالي لوزارة الخارجية، للعلاقات الخارجية، لجنة العلاقات الخارجية أقصد، الموقف الرسمي للتعامل مع الأمور الخارجية التي تختص بها سياسة الدولة أو تختص بها الدولة في الخارج، لكن بالنهاية هناك شجب لما قام به بعض المتظاهرين أو المتظاهرين أمام مقر السفارة البحرينية في بغداد، وكذلك ما أسفر عن هذا الموضوع من ردود أفعال سواء عراقية وكذلك بحرينية بطبيعة الحال، إضافة إلى أنه الموقف الرسمي العراقي كان واضحا بخصوص عدم الاعتداء على أي سفارة بما فيها السفارة البحرينية، نظرا لوجود اتفاقيات وتفاهمات وكذلك يعني مجال للتفاهم بين الخارجية البحرينية وكذلك العراقية، وبالتالي الخارجية العراقية مع كل الأطراف الخليجية الإقليمية الخليجية العربية وحتى الدولية. طيب، يعني ماذا عن إكمال ما تبقى من كابينة يعني رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الوزارية؟ يعني هناك حديث عن إرسال أسماء أخرى إلى البرلمان للتصويت على يعني حقيبة وزارة التربية، هل هناك صحة من هذه الأحوال؟ يعني موضوع الكابينة الحكومية أرجع إلى بشكل أو بآخر إلى الفصل التشريعي القادم من السنة التشريعية الأولى، على اعتبار نحن في آخر الجلسات تقريبا أو هي آخر الجلسات في هذا
الفصل التشريعي، اذا لم تكن هناك يوم غد جلسه وبالتالي ينتهي الفصل التشريعي، تحدث عن 30 من الشهر الحالي ينتهي معه الفصل التشريعي الحالي ويزدل الستاره على السنه التشريعيه الاولى من عمر البرلمان. هناك احاديث عن امكانيه تمديد الفصل التشريعي شهر، وهذا من حق البرلمان طبعا باقرار القوانين المهمه. بخلاف ذلك لا يمكن وفق نواب لا يمكن ان تمرر ما تبقى من الكابينه الحكوميه، اتحدث عن وزاره التربيه، هناك خلافات حاده بين جناح خميس الخنجر وكذلك الاطراف السنيه الاخرى، اضافه الى موضوع يعني الاطراف الشيعيه الاخرى هي ما تعارض خميس الخنجر او كتله خميس الخنجر هنا داخل البرلمان. على كل حال هذا الموضوع لا يتعلق برئيس الوزراء، يتعلق بخلافات النيابيه هنا داخل مجلس النواب. هناك من يقول بانه يجب على الكتله المرشحه للوزير وزير التربيه ان تجلس مع بقيه الاطراف من اجل الوصول الى تفاهم ممكن ان تستحصل على اساسه وزارة التربية، وبالتالي هو موضوع إلى حد ما لا يتعلق بشخص الوزير أيا كان الوزير، لا يتعلق بالكتل، لا يتعلق برئيس الوزراء ولا يتعلق بالكتل النيابية هنا داخل مجلس النواب إذا ما يتعلق أو الموضوع يتعلق بالكتلة، إضافة إلى أنه الآن الجلسة يعني تقول الأخبار بأنه رفعت لحد الساعة 11 من يوم غد الأحد، وبالتالي هذه هي يعني يوم غد هي تكون الجلسة الأخيرة في الفصل التشريعي الحالي. طيب من خلال يعني الوقائع هل بات تمديد مهلة إنهاء أزمة الدرجات الخاصة يعني شبه مؤكدة إن صح التعبير؟ سرمد هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بسرمد الفاضل مراسلنا من داخل مجلس النواب. على أي حال شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في هذه النشرة، شكرا جزيلا لك.